عايز اقول لك ان الفيديو ده كنز معلومات بجد، دي حقيقة. الفيديو ده في كل التفاصيل بتاعت قضية محمد رمضان وعمرو اديب، واللي اتحكم فيها على الاعلام عمرو اديب بانه يدفع 10,000 جنيه غرامة علشان خاطر سب وقصف الفنان والنجم محمد رمضان. الحمد لله رب العالمين، تم الحكم النهاردة في القضية اللي كانت ما بين الفنان محمد رمضان نمبر 1 اللي هو عشقي، وما بين الاعلامي عمرو اديب. محمد رمضان كسب القضية واتحكم في القضية دي على الاعلامي عمرو اديب في انه يدفع 10,000 جنيه غرامة بسبب سبه وقصفه وتهديده للنجم والفنان محمد رمضان. بس قبل ما ابدأ الحلقة زي ما متعودين كده دايما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قضت محكمة جناح الشيخ زايد اليوم الأحد بتغريم الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر مبلغا ماليا قدره 10,000 جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة في اتهامه بسب وقصف وتهديد الفنان محمد رمضان. وكان المحامي احمد الجندي موكلا عن الفنان محمد رمضان. المحامي احمد الجندي ده اللي بيدافع عن النجم والفنان نمبر 1 حبيب قلبي محمد رمضان، تقدم بدعوى ضد الاعلامي عمرو عبد الحي اديب. اذا انت اسمك عمرو عبد الحي اديب ما اسمكش عمرو اديب، ماشي. وشهرته عمرو اديب بتهمه التشهير والتهديد والسب والقصف واستغلال النفوذ، يعني شايفين كل دول في تهمه واحده. وطلب تعويضا ماليا 100,000 جنيه. وجاء في نص الدعوى ان المعلن اليه الاول الاعلامي عمرو اديب استغل وظيفته كاعلامي وخالف ميثاق العمل فاراد ان يحقق لنفسه سبقا صحفيا اعلاميا وشهره زائفه، وجع عبارات والفاظ وسبا وقصفا وتهشيرا وتهديدا للطالب اللي هو محمد رمضان يعني، وبث ذلك من خلال منصته الاعلاميه برنامج الحكايه اللي هو بتاع عمرو اديب على قناه MBC مصر. وبحسب الدعوه فانه قصد منها النيل من سمعه وشرف واهانه عائلته، واخذ يتناول موضوعا عاما بصفه شخصيه، واباح لنفسه تجريح الطالب وسب عائلته، فان الطالب لم يتربى قائلا له لو ما حدش رباك انا هربيك. وقالت الدعوى ان المتهم ارتكب جرائم السب والقصف مستغلا منصة الاعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني. اللي حصل من عمرو اديب كالاتي: عمرو اديب كان بيهدد محمد رمضان وكان بيقول له بالظبط يانا يانتا نروح للقاضي وهيحكم باللي شايفه، ولو ما حدش رباك انا هربيك، انا كنت مستني لك غرورك يصور لك انك تعمل اي شيء، لو فاكر انك مسنود البلد دي ما فيهاش حد مسنود، وادينا قاعدين بينا القضاء ويانا انت يا محمد رمضان. وقال كمان انه طلب من المحامي الخاص بتاعه اللي اسمه طارق جميل انه يرفع قضيه على النجم والفنان محمد رمضان لإساءة الخير اليه. ومش بس كده، قال كمان: ندرت نادرا عليا اي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها مستشفى الاطفال فبريش. واكد على كلامه وقال انه لا ياخد حقه بالتجاوز ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس هياخد حقه بالقانون وبالقضاء، رغم ان هو اصلا سبه وقذفه وشتمه على المنصه الاعلاميه اللي هي MBC مصر، وهدده ان هو يرفع عليه قضيه وانه مش هيسيبه وهيفضل وراه لحد نهايه العمر. واكد على كلامه وقال: يانا يانتا نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام، ومستعد اقعد معاك العمر كله في مسجلات. وفي نهايه كلامه قال: الانسان المتربي نعمه، فانت لو مش متربي فانا ممكن اربيك، ولو ما حدش رباك انا هربيك، وان انت مش احسن من ناس كتير، ربك كريم وانا هاخد حقي بالقانون. الايام الجايه نكد، خلينا نروح للمحاكم وناخد حقنا. انا حابب اوضح حاجه كويسه جدا، اي حد يقول لكم ان محمد رمضان بيستفز الناس وبيستفز الجمهور بصور عربياته او بالفيلا اللي هو عايش فيها او بالفلوس اللي بيرميها هنا وهنا او باي حاجه هو بيعملها، اعرفوا ان هو كذاب وانه عايز يوصل لقلوبكم انتوا وعايز يخليكم تحبوه، علشان في كتير يعني المفروض بسبب كلام الاعلاميين وبسبب كلام الناس اللي بتطلع تتكلم عن محمد رمضان انه يعني في ناس كتير بدأ ان هم يكرهوه بسبب الكلام ده كله. بس الحقيقه قسما بالله العلي العظيم الناس دي من ورا ظهركم وعزه ايات الله، انا شفت بعيني الكلام ده ومش من واحد بس، ده من ناس كتير جدا بيشغلوا الاغاني بتاعت محمد رمضان على الصور بتاعتهم وعلى الفيديوهات بتاعتهم على الستوري بتاعت واتساب واكتر من حاجه تانية، بس بيقولوا كده عشان خاطر يكسبوا تعاطفكم انتوا. ولكن الحقيقه محمد رمضان من ساعه ما بدأ في المشاكل وفي الحوارات دي انا كنت قسما بالله، ورجعوا تاني لفيديوهاتي لو انا شخص كذاب ارجعوا للفيديوهات وهتعرفوا ان انا الحمد لله دايما صادق وكلامي كله صريح،
دايما في الفيديوهات في ظل العفرات اللي الناس كانت فيها، وان الناس كلها كانت يعني ايد النار عليه، انا كنت بقول يا جماعه اللي عمله محمد رمضان لو فعلا عمل حاجه زي كده محمد رمضان غلطان. بس انا واحد بعشق محمد رمضان، بحبه جدا محمد رمضان. محمد رمضان كان سبب في نجاح ليا في حاجات كتيره جدا. محمد رمضان قدوتي انا في النجاح، في ان انا اوصل دايما للعالميه، قدوتي في حاجات كتير جدا. بس زي ما ربنا ظهر محمد رمضان لينا بكل الحاجات، ايا كان الحاجات الحلوه بتاعته او الحاجات الوحشه، برضه ادانا عقل نفكر يعني او ناخد الصح من محمد رمضان ونسيب الغلط. محمد رمضان لو بيقلع احنا ما نقلعش، محمد رمضان لو عنده اصرار على النجاح فاحنا ناخد منه الحاجه الحلوه دي، الحاجه الايجابيه دي، ونبقى عندنا اصرار وعزيمه ان احنا نكسر الدنيا ونطلع القمر زي ما هو قال. ومن ناحيه ان محمد رمضان بيستفز الناس، قسما بالله ابدا محمد رمضان بيستفز الناس، بس مش كل الناس اللي كانوا بيحبطوه زمان، مش كل الناس، ولا بيستفز جمهوره ابدا. الكلام ده كله كذب وتلفيق علشان خاطر اللي بيتكلم يكسب قلوبكم، انما انا بفضل الله طلع لكم الحقيقه واستغلب بصراحه الخبر ده علشان خاطر اعرفكم ان محمد رمضان قسما بربي لينا احنا كشباب بيدينا بص في انرجي يعني طاقه ايجابيه ملهاش حل. فكمل يا رمضان وانجح اكتر وكسر الدنيا وشجعنا اكتر واكتر بالحاجات اللي انت وصلت لها، عشان قسما بالله كلنا بنحبك.